السلام عليكم خاوتنا الجزائريين في كل مكان، الزول في اللون. سامحوني على اليومين هادو غبت. والله اليوم راه نتكلم بصفة عامة على العريضة، على لابيتيسيون تاعنا وين واصلة، وين راهي، وين ولينا ان شاء الله، وعلى قداش المستجدات اللي زادوا نداروا. بصح راح نولي بعجالة برك على الفيديو تاع ورا البارح. والله العظيم والله العظيم حتى شككتوني في روحي بعض الناس، طبعا بعض الناس شككتوني في روحي، ورجعت شفت الفيديو قلت انا بالك درت كارثه، لحت بومبا، والله انا هو اللي سرقت الالف مليار، والله انا هو اللي ما نعرف واش درت. سبحان الله، ولينا ما عندناش الحق اننا ندافعوا على خاوتنا الجزائريين في مناطق معينه. يعني انايا ندافع على الفلسطينيين وعلى فلسطين، بصح ولاد بلادي ما ندافعش عليهم، والا اك راح تقسم البلاد، اك رايح دير لنا المشاكل، اك راح تفعل فينا، اك ما عنباليش واش. يعني وصلنا لواحد الدرجه. الله يهدي. على كل هضرناها من هذاك النهار، انا نقول لكم خاوتي انا عندي ارائي، عندي مبادئي، عندي قضيه قاعدين نتبعوا فيها القضيه. قلت لكم هذاك النهار نساو بلي وعماد اللي وراها، والله واحد اخر، الله اكس ولا ايكراك، كاينه قضيه رانا نتبعوا فيها. درك مبادئي الا كان انت يا ضدها ما عندي ما ندير لك، لكن انا مبادئي هي مبادئي اللي تربيت عليها، هي اني ندافع على الحق وعلى ولاد بلادي وين كانوا واللي قاعدين يتعرضوا للعنصريه بصفه اخرى، واني ندافع على ناس قاعدين يتعرضوا للعنصريه. خلاص، لكل مقام مقال. كي تولي للصح، كي نوليو للصح ونخلصوا القضيه هذه، رايح نكونسونطري درك، رايح نركز على القضيه تاع العريضه وتاع القانون العنصري تاع الفيدراليه. ومن بعد كي نعود نحكي، اللي حاب ما يتبعنيش، اللي حاب يتبعني يتبعني، الله يسهل على كل واحد. المهم، العارضه قاعده تتعرض لهجمات غير مسبوقه وبطريقه ممنهجه. جاني ايميل من البلاتفورم، خسرنا تقريبا واحد 150 صوت، فيهم اصوات بال 50 وبال 30 اون بلوك، يعني خسرناهم بطريقه ممنهجه، يعني وكانه رئيس تحرير تاع جريده او تاع قناه قعد قدام الصحفيين تاعهم قال لهم حلوا الميكروات تاعكم درك وتعملوا السينيال درك. بصح ولاد الجزائر الاحرار ردينا عليهم باف سير لوكو، ولات مستغانم البارح والبارح، ولات بشار من فرنسا من الجزائر العاصمه، الله يعطيكم ما تمنوا، نكملوا هكا برك. راح نتكلم على صفحة كلنا جزائريين. خونا حبيب صحراوي من ألمانيا ولا أدمينستراتور فيها، ولا أدمين فيها تاني، وقاعد يخدم في خدمة ما شاء الله. شجعوه وتفاعلوا إن شاء الله باش تكبر الصفحة جماعة، على قد ما تكبر الصفحة على قد ما توصل الصوت نتاعنا لإخوتنا الآخرين. بعثوا لي خاوتنا تاع فرنسا اللي راح يتكلفوا بالاغاني تاع الراب اللي هضرنا عليهم يا جماعه، فبداو يكتبوا في الاغاني، وان شاء الله في الجور جي نهار نطلعوا لسويسرا باش نحطوا الملف كامل تاع البيتيسيون مع لي فيلم اللي نسجيو فيهم، مع ان شاء الله ال 50000 توقيع اللي حابين نلموها. راح تكون هذه الاغنيه هي النشيد نتاعنا، وعندهم ما يسمعوا الحثالات اللي مؤخرا بينوا لنا انهم حطموا الرجال وحطموا كل شيء جميل باش يردوها عرس، عرس ومعاريض وكما قال اخونا قدور جي وسيلفي، ويعني مهزله بكل المقاييس. بالصح رب العالمين، كنا نقولوا اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، ولات اللهم اضرب الجاهلين بالجاهلين. سي بن شيخ حطوك قراقوز، فعلوا بك الافعال، حطوك باش تسب الناس وتعمل عمايلك، ومن بعد قالوا لك انت يا بلاصتك مع المزبله التاريخ، حطوك في المزبله، حطوك حتى العرس وما عرضوكش باش تشوفوا وين وصلونا. فيدرالية الجزائرية اللي قال عليها حكيم مدان اللي قاعد يخدم معاهم كانت على أعلى مستوى في التنظيم، على أعلى مستوى في التسيير، ردوها
تنظم الاعراس والحفلات هذا واش ردوا الفيدراليه وزيد بطريقه عنصريه على ولاد بلادنا. كاين اخو كاين قاعدين ثانيين قاعدين نديروا فيلم ما اخرى جماعه خاوتنا في فرنسا ديما الله يبارك فيهم وصلتهم الرساله وقاعدين ينشروا فيها وربما في الايام الجايه هذه راح نشوفوا حمله اخرى مماثله للحمله اللي قاعدين نعملوا فيها احنا لكن بصفه اخرى وهي رايحين يعملوا بريسيون رايحين يعملوا ضغط على اللاعبين المغتربين باش يقاطعوا الكره الذهبيه تاع الهداف والهداف بصفه عامه لو ينجحوا في هذه نقلع لهم الشابو ونقلع لهم القبعه تاع الصح نقلع لهم لو يقن يعني يقدروا يقنعوا اللاعبين المحترفين تاعنا اللي برا في فرون من فرنسا خاصه انهم يقاطعوا الكره الذهبيه تاع الاخر تاع الهداف هي صفعة من أحسن الصفعات اللي رايحين يشوفوها في حياتهم. نزيد نقول لكم حاجة جماعة راهم يرجفوا نقول لك مؤخرا عن بالكم المرتبك الإنسان المرتبك يظهر عليه أنه يصيب الخرف الشيء اللي قاعدين يطلعوا فيه هذا راهو جماعة عم بالهم باللي كونتر أتاك على بالهم باللي الأرض تحركت تحت رجليهم على بالهم باللي ما بقالهمش على بالهم باللي هذوك الرقاصات دوك يروحوا لمزبلة التاريخ واللي حاكمين يروحوا لمزبلة التاريخ مع بعضهم يتلموا بكل مع بعضهم يروحوا اللي حاطين رواحهم اساطير يروحوا لمزبلة التاريخ عند الشعب الجزائري يروحوا لمزبلة التاريخ بربي ان شاء الله. كاين امر اخر هي خاوتنا كيما شوبير عين تدلس قاعدين يتعرضوا لهجمات جماعه ما تقدروش تصوروها خاصة على يد القضاء الجزائري القضاء الجزائري جماعة راهم يهجموا عليهم في القضاء بطريقة أنا نعرف الوزير وبطريقة بن شيخ أنا كيعود عندي معرفة في القضاء يعني هذا عم بالكم جماعة واحد كيما بن شيخ كون جا في دولة تحترم قانونها كونوا في الحبس لأنه هذاك النار في واحدة من خرجاته اللي ما نعرف منين تخرج من فمه ولا من بلاصه اخرى كما قال المفتش الطاهر قال له انت كون ما تكلمش من فمك مانيش عارف منين تتكلم. الانسان هذا قال بصفه يعني اتهم القضاء الجزائري انه يمشي بالمعرفه كون جا كاين قاضي واحد يحترم نفسه كان يدخلوا في الشرع لكنهم يدخلوش في الشرع ويهضروا عليه الهداف. المهم قاعدين نعملوا باش تلم جماعه راح نديروا ان ليغ ان سورت دو ليغ ليغا دي مهمتها الدفاع عن حريه التعبير في الجزائر والدفاع عن كل من يتعرض للحمله ضد حقه في التعبير. شوبير قاعد يتعرض الحمله من بن شيخ بوحنيكه خاصه قاعد يبعث له في دي ميساج تهديد جماعه قاعد يبعث له في رسائل تهديد وهلكوه بالمعرفة قاعدين يهلكوا فيه بالمعرفة. هاد لا ليغ رايحة تندار من ولاد الجزائر اللي برا باش ندافعوا على حقوقنا اي قضية نشوفوا بلي ماهيش عادلة تطلع الله هاي بكل بساطة تطلع الله هاي وخلاص. اذا خونا شوبير انا ديما معاك ما تحبزوش برك راهم اون بانيك جينيرال. انا نقول لكم راهم اون بانيك جينيرال حاجه برك جماعه بعد ساعات اليوم بعد ساعات رايحين نطلقوا فيديو رايحه تكون هي الفيديو الاشهاريه تاع لا بيتيسيون تاعنا فكونوا حاضرين الله يجازيكم وبقوه البارطاج وباش توصل لكل مكان في العالم رايحه تخرج بال يعني هي باللغه العربيه رايحه تخرج باللغه الفرنسيه والانجليزيه اون سوتيتراج نحاولوا ننشروها في العالم الكل. شكرا لكم ونتشوفوا بالفيديو بعد ساعات ونزيدوا غدوه ان شاء الله نتلاقاو ان شاء الله ساعه الخير نعملوا حاصله الوش صرا وان شاء الله في اليومين هادو نعطيه صح دفعه صحيحه للعارضه نتاعنا. شكرا لكم بزاف وشكرا تاني للناس اللي تسب فينا الناس اللي تدعم فينا الله يبارك فيكم الناس اللي تسب فينا وتعطيونا في الادرينالين والله تعطيونا في الادرينالين الناس اللي حابه تحبط لنا الهمم
دفيا فيري ديكايوني كما يقولها الطلياني. السلام عليكم ورحمة الله.